مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا. لاباس؟ مرحبا اهلا وسهلا. تخدم في التجاره؟ تجاري. اكيد ديما تستحق انك وثائق وتخرج وثائق وعندك مشروع ولا محل وكذا، واكيد فما شويه تعطيلات. فما بارتو وانت مش تلقى شويه تعطيلات، بقى شويه صعبه الواحد يوفر شويه في الواحد في الاعوان هكا، هذيك المشكله. تعرض تلقى مثلا يقول لك تلقى اربع من الناس تلقى واحد، تلقى زوز، من المفروض يحسنوا شويه في الخدمات هكا. هذا هو. هي مشكل، مش مشكل تعوان، مشكل ممكن سياسه في بعض الادارات. الاعوان تلقى ست اعوان، تلقى ثلاثه ولا زوز يخدموا، البقيه الله اعلم. شويه ديسبلين، شويه حزم، اللي يخدم لازم يقف شويه. العمل ثم ناس الخدمه مهمش فيها، لازم يقف ويخدم، لازم يخدم. عندنا ثقافه العمل في تونس اون برانسيب بعد الثوره ولات ثقافه نقصت، ما ثماش ثقافه مهموش، وبالعكس حاجه ما تعبش عليها ما تحلاش. لا مبالاه، لا لا ثم شويه ما نقولكش لا، ما ثم ناس مهموش يعطيه ما يخلص من غير ما يخدم، معناها تبدلت العقليه ولت مشكله. تو باش خدم خدام مشكله، خدام ما عادش تلقاه، بكري الخدام يجيك يلحلح بيك باش يخدم، تو الخدام اللحلح هو باش يخدم. صعيبه شويه ان نفهموا المعادله ذي، ديما اصحاب المشاريع الصغرى يقول لك ما فماش، بار كونتر في كل بلاصه يلوجوا، قد يكون المحيطين بيك هذوك ما يحبوش يخدموا. لا لا الاغلبيه ما يحبوش يخدموا، بكري كان الولي يجيب ولده يقول له حطه لي يخدم، تو ما عادش يجيك، ما عادش يحب يخدم. بكري في يخدم قداش تخلص من النهار. بكري في الفاكونس تنجم تمد له 20 و30 الف في الشهر يقبل بكري. تويك سامحني في الجمعه وصغير يقرا ولا كذا، اش تمد له 20 و30 تاع شنو؟ ما يجيش حتى نهار. حتى ب 5000 نخدموا الجمعه، تو لا تو ما يحبش يخدم. كل وقت لا سيبريس. 5000 نتاع شنو هو معناها؟ مثال لو كان يحب يخدم، انا تلي مغروم نحب نخدم حتى بلاش، اعطيني نتعلم، اعطيني نخدم غدا يصبح يتعلم ولا ينجم يخدم. هل انت من اصحاب المشاريع الصغرى نتصور؟ تستحق شكون معاك يخدم خاصة على الباساجي هذوك السيزونيير؟ نصيب نستحق، لكن ما ثماش باش تخدم، ما ثماش ما يحبوش. ساعة نتلزم يمكن نجيب واحد ماكل الاجانب ولا حاجة نتاع نهار نهارين نقولوا برا على روحك باش نجم. باش نجم تفض مشاكل توعد الناس. اليوم التشغيل الاجانب فما مشكل قانون لازم خاصة بالوثائق. لا ما تخدموا نهارين ثلاثة بروفيزوار ويمشي، مش يخدموا اي، ما يخدموش ديما بروفيزوار. اليوم الوثقة نتاع اليوم فماش رجع غدوة؟ لا لا بنكتي الحق يا اسم الناس مليح معايا. لا كل بلاصة لا لا بنكتي بالذات معايا. لا 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 شنو اسمها بالله؟ لا لا ما رجلين الحمد لله. شنو نقول لك؟ تمشي تقضي وثائقك الإدارية وحدك ولا نجم تبعث حد غير في بلاصة؟ نبعث، الأغلبية نمشي بيدي. شنو مرة في الشهر يقول لك أرجع غدوة؟ ممكن مرة ولا ما، لا لا أنا بالنسبة لي أنا نقد روحي يعني، كي نمشي الحق نعرف واش نوسع بالي، مسك كاستيوم تاع وسع بالي شوية وسع بالك. هذاك يكونوا متفاهم يعرفوك وتعرفوا بعضكم وفاهم الوثائق نتاعك. هذاك حاجة أخرى، ما الأغلبية شوية وسع بالك كما قلت لك، هي كانت الأعوان تلقى ستة أساسات قام ناقصين، أما شوية وسع بالك وشوية وسع بالك. بلادنا بلاي لو كان يحبوا يخدموا، بلادنا هايلة ياسر وكان يحبوا يخدموا، بلادنا هايلة ياسر الخدمة، ما يحبوا المشكلة ثقافة العمل ما عندناش اللي يخدم مثال 8 سوايع ولا 10 سوايع ما يخدمش، يخدم لك 4 سوايع يمشي على روحه. كل يحب يخدم مديرين. يا بنتي ما كان يلقى حتى مش مدير، يبدا ما عادش وين هو يحوس والشهريه تمشي ما يهموش. ثقافه العمل عندنا مشكله. انا عمري 70 سنه توا نخدم. ما شاء الله. نخدم ما نجمش من 8 ما نجمش لازم نخدم. الجيل نتاع قبل كلهم يخدموا، كل في عمرك انت واكبر من عمرك انت ما يحملوش القعاد. صحيح. العكس جيل تو عكس. لا مشكله والله مشكله، ما يحبوش يخدموا. انت ولادك يخدموا وعلمتهم يا في الصيف مثلا؟ اولادي يخدموا، اولادي ما علمته يخدموا اولادي. يقعدوش؟ لا ولدي انا تو انا يعني ما هو يخدم، اولادي يخدموا، اما الاغلبيه تو صرتوا بعد الثوره ما عادش يحبوا يخدموا. مشكلة. ممكن هي فكره عامه ولكن خطر بعد الثوره فما تغيرات نسبة البطالة ارتفعت كذا. هي العقلية نتاعنا لازم تتبدل، عقليتنا لازم تتبدل، لازم في مخه لازم يعمل على روحه، لازم يخدم الخدمة، فماش خدمة لازم يعمل حتى شيء. هي الخدمة كرامة الإنسان، تضمن كرامة الإنسان، مهما كانت الخدمة سواء عامل بلدية سواء أي خدمة تخدمها بيحاول لها توصل تولي تصور، أي خدمة تخدمها، مثلا ما يحبش يخدم الكل يحب كان مدير ولا ما عادش يحب شهرية ولا ما عادش، يا ودي ماشي هذه لازمك تخدم، أخدم. فهمتني؟ انا يعني نشوف ناس مسكين الزواج يلقطوا في الباب، معناها نبدا ندك عليهم يقولوا نصور 20 30 الف، فيها ما خير تصور 20 وتقعد ولا تقعد تحوس. مشكله الوالدين شنو علموا صغيرهم؟ شنو ربوا صغيرهم؟ العقليه نتاعنا لازم تنحك، العقليه اللي ما يحب التواكل وما يحبش يخدم هذاك العقليه زيك تنحى، فهمت؟ لازم تزرع فيهم من توي عامله روحه ويلزم يخدم. فهمت اختي؟ احنا كان جينا كيما اليابان وجماعه بلدان اسيا خاصه مش خاصه ماكينه نتاع خدمه
مشيت للصين قعدت يمكن 20 يوم نلوج الناس اللي قاعدين في القهوه ما لقيتهمش، والله لقيتهم بعد قديش لقى واحد قاعد في القهوه ما ثماش ما يقعدوش، كل خدمه ثم كل خدمه. الميزه نتاعنا احنا توانسه قهوه. انا هاني لابس بلوزه، المعلم لابس بلوزه كيفي انا من ساعات قلت حتى نلبس بلوزه كيف هو، ما نحياش البلوزه انا بكل ما نحياش. ما ينحيش المعلم ما تفرزوش بين الخدام، نلوج عليه ما تلقاهش، هذاك المعلم معناها عنده ثقافه الخدمه العمل ما فيهاش. هذاك صاحب المشروع الناجح. ما نفرزوش منه من المعلم، لما بتصل يقول لك ها ولا ذاك المعلم. ولا بالحق هي هكاك لازم يلزم الخدمه، انت تخدم خدمه لازم تكون واقف عليها مش واقف ولا زايد. فما اصحاب مشاريع سامحني ما مشكلته عنده شنو نوع من العقد يبدا يامر في ذاك وذاك احنا في العمل احنا مع الخدام احنا من الخدام مع بعضنا مع بعضنا الكل مع بعض ما تخفش على خدمتك ما تمشيش. شنو تجارتك اليوم؟ نبيع الارتيكل ارتيكل الشوفاج وسانيتير. ارتيكل الشوفاج تو فترتهم والله لا هي توصل، اما هي العمل كلنا احنا مربوطين معنا سما هذه الخدمه خاصه في السيف هي المشكله كل في الناس اللي تتعامل معاها والعلاقات اهم شيء هي العلاقات. علاش الشوفاج غالي؟ خاطر السلعه غاليه. كنت تاخذ القطع مثال السخان مثال ولا الشودير مثال 7 800 والشودير بمليون ونص فوا دو فوا كليماتيزور نخدم كليماتيزور زاد كيف كان السوم مثال ولا فوا تروا تو حتى كليماتيزور غالي السوم طلع على خاطر كيما تمشي كيما تو الحديد تو فوا تروا الحديد 10 سنين التالي كان برد الحديد ب 10000 تو الحديد انخفض شويه في الفتره هذه انخفض فوا تروا لا فوا تروا السيمان زاد كيف كانت ب 5000 تو ب 15 16000 نقول لك الحاجه غلات هي راي الباز نتاعها هي اللي اشتغل انا تاجر لو كان مضبي نبيع سخان ب 300 تو هيك ب 400 وب 500 وحتى 600 ارخص كليماتيزير وقداش؟ في الحكايه 800 900 ارخص كليماتيزير ارخص مارك هو اخي مارك نتصور بمفهوم معناها اللي مش ما مشكور برشا هذاك هو 600 700 ما ثماش منه صار شد شعامين ثلاثه اقل شيء شد اما ثماش اخي ثم نتاع ارخص مارك هي 7 800 حتى 900 حتى المليون واللي شفناهم صغار بكل ومكتوب فيهم 350 400 لا ما عنديش عليهم فكره ذاك مش تابع لا مش تابع ماركه مش معروفه ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش في السوق التونسيه انتشرت بعض الماركات وخاصه كي نحكيو على بنقردين ونروحوا من البلايص هذيك يجيبوه هذاك حاجه اخرى هذيك حاجه اخرى مش ماناش نحكوا عليها نحن نتعامل مع ناس عندنا شركات نتعامل معها نتعامل مع ناس عندها شركات خاطر نبيعوا احنا بالتي في وكل ما تنجمش تبيع كم لا نجمش عندنا منتوجات مجهولة الهوية بمعناه السوق موجود موجودة 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 وشنو اللي خلى منتوجات كيف ما موجودة مش بالضرورة اللي تتجر فيها أنت برشا منتوجات نشوفوا فيها احنا كمواطنين أنت تسمع كيفاش جي ما عرفش كيفاش جي ما عرفش من الحدود من جي ما عرفش المشكل نتاعها هو الباز لو على الباز كيف الحدود ولا من ما عرفش المهم تراها موجودة كيما الدخان تلقاه موجود يقول لك ممنوع مثلا تلقاه موجود تو كنا قبل نقولوا سلعة شنو اليوم حسيت اخذت شويه مصداقيه. اخذت اي ثم حوايج اخذت اي ثم برشا حوايج اخذت كما ثم عندهم سخانات والله هايلين عندنا يخدموا حتى 8 10 سنين هايلين عندهم لا عندهم ثم عندهم مصداقيه لا والله باهين عليه باهين ربي يعينك عايش مرحبا عايش.